السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد دوزه تاي ساهل بزاف بواحد النسمه اللي كتعجبني انا شخصيا، اللي هي حبه حلاوه وبزبيب. كتجي ساهله، كنديروا على شكل مقروط وغادي يعجبكم لان ساهل بزاف والمذاق ديالو غادي يعجبكم. هنا عندي 125 غرام ديال الزبده. بالنسبه للزبده هذه نباتيه ديال العلاب، انا غادي نبقى نقول لكم ديما الزبده شمن نوع باش تخرج لكم بحال اللي كنوجد انا. هنا عندي 4 كاس ديال عنبه الزيت، معلقه كبيره ديال الزبيب شفتوا اللي انا قطعته او العنب المجفف قطعته غير بالمقص. عندي معلقه صغيره عامره ديال حبه حلاوه او ما يسمى باليانسون، يعني كطحنوه مزيان وتغربلوه. عندي نص كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده. عندي بيضه كامله وبياض بيضه، الصفر غنخليه للتزيين، يعني جوج بيضات غنزولوا منهم الصفر ونخليه للتزيين. عندي الفاني 7.5 غرام، والخميره غادي نديروا غير 4 غرام ديال خميره الحلويات، وطبعا الدقيق باش غادي نلمو العجين. اول حاجه غادي نخدم الزبده مع السكر والفاني. هنا ضفت البيض كما قلت لكم، بيضه كامله وابيض بيضه واحده وصفر غادي نخليه للتزيين. ضروري الزبده بقاو تخرجوها قبل، واخا راه هذه ديال العلاب غير كتخدم، يعني ما كتعذبش بحال الزبده الاخرى. دابا غنضيف الزيت، ربع كاس ديال العنبه. الا درتو الزبده الحيوانيه ما ديروش الزيت، الا كنتو غديروا يعني الزبده الممتازه ما ديروش الزيت، لان يعني الزبده الممتازه كتكون يعني مدمه مزيان ما كنحتاجولهاش الزيت. دابا غنوضع هذا الزبيب. الزبيب ما تغسلوهش، غير مسحوه مزيان وكتقطعوه، وغادي ندير ثمن واحد معلقه صغيره ديال حبه حلاوه. حبه حلاوه هي اليانسون بالنسبه للدول الاخرى كيقولوا لها اليانسون. كاين ما كيفرقش ما بين حبه حلاوه والنافع، فالمهم نتوما شدوا واحد منهم وغادي طحنوه وغربلوه واستعملوه، يعني بحال تقريبا. صافي، هنا وضعت 4 غرام ديال خميره الحلويات والدقيق. كنضيفوا الدقيق غير شويه بشويه باش هذيك الزبده كتسلق مزيان. صافي البنات، هنا بعد ما رميتها بالدقيق دابا غادي نديرها في واحد الاطار باش تعطيني الشكل مربع، ونزيد نطلقها شويه بيدي باش نقطعوها مربعات. غادي نحاول نطلقها على هذا الاطار هذا كما شفتي غير باش تعطيني شويه لافوغ، ونزيد نطلقها شويه بيدي. صافي، وزعته مزيان على هذا الاطار، وغادي نقلبه في واحد البلاستيك اخر، ونزيد شي شويه نرققه باش ما يجينيش غليظ بزاف. صافي، هنا بعد ما قلبته دابا غادي نزيد نطلقه شي شويه بيدي باش يعطيني داك المربعات ما يجونيش عاليين بزاف. صافي كما شفتوا، هنا من بعد ما قديتها مزيان وغير زدت شي شويه عرضتها باش ما تجينيش عاليه، دابا غندخلها للمجمد تشد راسها مزيان باش تساعدني على تقطع. صافي البنات، من بعد ما شدت راسها مزيان دابا غادي نقطعها. صافي البنات، هنا بعد ما قطعتهم كما شفتوا مربعات او هكا لوزونج على شكل هكا مايل اللي بغيتو، غادي نبدا نزولهم ونحطهم في لاطه اللي مفرشه ببابي كويسون. بهذا الشكل هذا غير بسكين. صافي البنات، من بعد ما قطعتهم خديت داك اصفر البيض اللي بقى لي قبيله، درت له معلقه صغيره ديال الماء ديال الزهر وواحد شويه ديال الخل غير واحد القطره، وغادي ندهن هذا الوجه هذا ديالهم بهذا الخليط ديال اصفر البيض. بالنسبه للتزيين غندير شويه ديال الجلجلان في الوجه، جلجلان البلدي العادي.
الفران راني كنسخنو على 180 درجه، نطيبوهم من التحت عاد نشعلو الفوق باش يتحمروا. صافي من بعد ما دهنتهم كما شفتوا دابا غنديرلهم شويه ديال الجلجلان. دابا ندخلهم يطيبوا على 180 درجه من التحت ونحمرهم، نشوفكم ان شاء الله في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه من بعد ما طابت كما شفتوا، كتجي هكا بحال المقروط، كتجي زوينه بزاف، كتجي هشيشه والمذاق ديال النافع او حبه حلاوه غادي يعطي واحد المذاق زوين. كنتمنى ان شاء الله تجربوها حيت غادي تعجبكم بزاف. غنقسم لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي يعني الهشاشه ديالها. معكم هذه الحبه باش تشوفوا كيفاش كتجي ها نتوما، كتجي هشيشه بزاف والمذاق ديالها اكيد راه غادي يجي رائع، لان فيها الزبيب وحبه حلاوه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها ونشوفكم فيديو جديد. بسلام عليكم.